معمول الشوفان خالي من الجلوتين. نطحن 1 كوب من الشوفان، ممكن نجيب دقيق الشوفان جاهز، نصف كوب عجوة التمر، ربع كوب ماء، ربع كوب زبدة طبيعية. نوضع الزبدة والماء على حرارة متوسطة، نوضع عجوة التمر أيضا ونقلب 3 دقائق، بعدين نوضع الشوفان ونرفعه عن الحرارة، هيك أصبح جاهز. نوضع قرفة، ممكن نوضع أي توابل بتحبوها، أنا وضعت القرفة، معلقة صغيرة أو سمسم، وهيك بنعجنها جيد وبنوضعها في قالب أو بنعملها بأي شكل إحنا بنحبه. ممكن نعملها سادة، هي روعة طعمها السادة، ممكن نعملها بعجوة التمر، ممكن نعملها بالمكسرات حسب ذوقكم. بنشغل الفرن مسبقا 180 درجة مئوية في الرف الأوسط، من فوق ومن تحت بنشغل الفرن، تأخذ تقريبا 15 دقيقة وهيك أصبحت جاهزة. شايفين كيف شكلها؟ أكثر من روعة. في عندي أكثر من 600 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. كل عام وانتم بألف خير، في أمان الله.